اهلا بيكم في حلقه جديده مختلفه جدا من سفره دايما. النهارده عندنا حلقه سامر جدا بتاعت صيف قوي. بعد البحر بنبقى عايزين ناكل ايس كريم، او بالليل زهقانين نفسنا ناكل في ايس كريم، وكمان ممكن نلاقي المكان اللي بنشتري منه قافل، فبنبقى عايزين بقى ناكل حاجه حلوه ومستعجلين. النهارده عايزه اعمل معاكم احلى ايس كريم باسهل طريقه، بمكونات في البيت، مكونات بسيطه قوي من غير ما نقعد نعمل فيه على النار بعدين نسقعه وبعدين خطوات كتير الناس بتقعد تعملها. هعمل معاكم النهارده نوعين حلوين جدا. هنعمل ايس كريم فانيليا بالفاكهه المجففه داخله جواه، وايس كريم الزبادي والتوت ده اتشهر جدا مؤخرا، التوت بيبقى طعمه ميزز كده مع الزبادي بيبقى حلو جدا جدا. عندي الوصفة دي النهاردة أساسها الزبادي واللبن المكثف، ما فيهاش تفاصيل كتير، بس محتاجة ان احنا نسقعها، يعني ممكن نعملها قبل البحر مثلا ونسيبها في الفريزر نرجع ناكله، او لو بالليل نسيبها بس ساعة في الفريزر تلم نفسها. المكونات سهلة جدا جدا. هعمل المقادير الأساسية. عايزين تحطوا عليه بقى مانجا، عايزين تحطوا عليه تفاح، ليمون، أي كان نوع الفاكهة اللي عندكم تنفع، وهنقول ازاي نعمل الفاكهة عشان تبقى داخلة جواها كده وتبقى طعمها حلو. يلا بينا نقول المقادير ونبتدي في النوعين على طول مع بعض، مع بعض في نفس الوقت. عندي اول حاجة زبادي التوت، عندي صوص التوت، هو شبيه شوية لطريقة عمل المربى بس هنعملها بطريقة اسهل شوية. عندي كوب ونص توت مشكل، مش عايزاكم تجيبوا نوع توت واحد عشان المشكل ده هو اللي بيحافظ لي ان في نوع مسكر ونوع ميزز، فالاتنين على بعض بيعملوا لي الطعم المظبوط. لو ميزز بس هيبقى حاد جدا، ولو مسكر بس هيعمل لي سكريات انا مش عايزاها. عندي نص كوب سكر، عندي خليط ايس كريم، الايس كريم بقى نفسه الفانيليا اللي هحط عليها صوص التوت عباره عن ايه، 250 جرام زبادي يوناني، في زبادي يوناني زبادي عادي، استحسن اليوناني عشان بيبقى حادق سنه بيبقى احلى في الايس كريم بالذات. عليهم نص علبه لبن مكثف، ولازم بقى اللبن المكثف مش اللبن السائل، اللبن المكثف هو اللي بيدي السمك وبيخليه كريمي جدا. عندي 250 جرام كريمة خفق او كريم شانتيه مخفوقين وساقعين، يعني مخفوقة وساقعة، يا كريم شانتيه يا كريمة خفق اللي هي كريمة لباني للحلويات. النوع التاني بتاعي عبارة عن ايه؟ عندي 250 جرام كريمة خفق او كريم شانتيه برضو نفس الحاجة، 250 جرام قدامهم زبادي يوناني او زبادي عادي. الحاجة اللي ما ينفعش تستبدلوها بحاجة هي نص علبة لبن مكثف، ما ينفعش حد يقول لبن حليب او لبن عادي، علشان نوع الايس كريم ده بيبقى تقيل شوية، عامل زي اللي هو بيسموه الجيلاتو، مش النوع اللي هو الفانيليا اللي هو بنحط له حليب، بيبقى جيلاتو كده، بيبقى يعني حتى ما تطلعوه كده تحس انتوا بتطلعوا كريمة مش بتطلعوا ايس كريم. اول حاجة هعملها هعمل صوص التوت بتاعي اللي هو عبارة عن ايه، عندي كده زي ما انتوا شايفين توت مشكل احمر وازرق. التوت المشكل ده بيجي كيس كيس كده مجمد ناحيه الخضار اللي هو اللي بيبقى مجمد، بيبقى موجود في كيس كده بتلاقوه كيس مكتوب عليه توت مشكل. بنحط له هنا السكر وبحط له شويه ميه صغيرين جدا، وبقلب كده كل ده مع بعض. لحد لما كله يدوب السكر مع التوت الاقي كله عمل لي خليط عامل زي المربى شوية. ممكن حد يقول لي عايز سريع اسهل، ممكن في علبة صوص دلوقتي جاهزة اللي هي علبة صوص التوت، بس ده ما بيبقاش طعمه فريش ولا بيدي حتى اللون اللي احنا متعودين عليه بره. انا عايزاكم تعملوه زي بتاع بره بالظبط النهارده. سيب بقى الخليط ده يتخن ويدوب ويغلي ويعمل كل اللي هو عايزه، وبعدين بنسيبه يطلع البخار بتاعه، وبعدين بنسيبه في الثلاجه يسع قبل ما نستخدمه. واشتغل على الفانيليا دلوقتي بتاعه الخليط الاولاني. اجهز بقى دلوقتي خليط الكريمه او خليط الايس كريم الفانيليا بتاعي. عندي اهي كريمه خفق بنزل عليها باللبن المكثف، وانزل عليها بالزبادي. يعني اعتقد يا جماعة مفيش اسهل من كده، مكونات بسيطة جدا. وقلب ده كده في الاول مع بعض كده،
بعدين عندي بقى مضرب كهرباء، مهم بقى مضرب الكهرباء مش بمضرب سلك عشان يدوب لي اي حاجه مكلكعه في الخليط بتاعي بتاع الفانيليا، مهم ان انا اضربه ضربه بمضرب كهرباء واضرب الخليط ده كده مع بعض لحد لما كله يدخل في بعض واحس ان السمك تخن شويه عن الاول. كده اول نوع تمام. نجهز تاني نوع برضو كلبن، يعني قبل لما نحط الاطعمة بتاعتنا نحط اهو اللبن المكثف، وما تقلقوش طبعا ان هو سائل كده، ده طبيعي في الاول، اول ما بيدخل فريزر بيجمد وبيكون حلو جدا. وننزل عليه زبادي يوناني، زبادي يوناني كريمة مخفوقة لبن مكثف. ما ينفعش بقى نروح ضربين الكريمة وهي لسه سايلة مع الحاجات دي، لازم اللبن والزبادي ينزلوا على كريمة مخفوقة ساقعة. وأقلب برضو كده. ونضرب بس لحد ما اللبن والزبادي والكريمة يدخلوا في بعض، يعني مش بضرب لأي هدف تاني، يعني اقل من 5 دقائق. كده بقى عندي اهو الاتنين جاهزين، وعايزه اوريكم امتى هنطفي على التوت بتاعنا. بصوا اول ما التوت يعمل السائل ده ويبتدي يغلي كده هنطفي عليه، سيبه يبرد عشان دلوقتي ابتدي اضربه بالمضرب الكهرباء عشان يعمل لي سائل حلو قوي. هطلع فاصل سريع وارجع لكم على طول نكمل ايس كريم، استنوني. بصوا بقى اول لما التوت يعمل شكل المربى بنروح على طول سايبينه يطلع البخار. انا طبعا ما عنديش وقت دلوقتي اسيبه 100%، بس انتوا هتسيبوه يبرد شوية. التوت طبعا بيعمل لون هايل جدا في الايس كريم، وهنشوف هنطلعه ازاي زي بتاع بره. انا بحب اضربه ضربة واحدة او ضربتين بالكتير، ليه؟ علشان عايزة يبقى فيه شوية كلاكيع توت، مش بحبه يبقى سائل قوي. اللي مش بيحب اللي هي الكلكعة اللي في النص نحس بطعم الفاكهة يضرب بقى لحد ما يبقى سائل خالص. بس كده اهو ضربتين اهو بقى سائل، وفي نفس الوقت بنلاقي ايه فتفتة كده من باقي التوت، بيبقى طعمه بقى هايل جدا جدا. سيب بقى ده يبرد واجيب اللي ساقع معايا، وقبل لما استخدمه اضربه ضربة تانية. بفكه بس من بعض بعد لما دخل التلاجة. يبقى احنا بنعمل ايه في التوت؟ بنحطه مع شوية مية صغيرين وبنحط السكر وبنسيبه لحد ما بيدخلوا في بعض يعملولنا شكل المربى، مش بنسيبه يغلي ان هو مش مربى، انا بس بعمله صوص وبعدين بسيبه يطلع البخار بتاعه، وبعدين بضربه ضربة ضربتين بالمضرب الكهرباء. لو انا حابة طعم السائل مع شوية فاكهة صغيرين بضربه ضربات بسيطة، لو انا حابة يكون سائل خالص يبقى عامل زي المربى 100%، يا بسيبه يغلي اكتر يا بسيبه يعني يتهري فيعمل لي خلاص يبقى سائل خالص، يا بضربه ضربتين كده. انا بفضل في الايس كريم ان انتوا تسيبوا شوية فتافيت فاكهة، ما تضربوش اي فاكهة 100% حتى لو مانجا، لما بنعمل كده بيبقى طعم الفاكهة باين اكتر.